في هذا البث المباشر من المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط لنعين قمة الدورة الثامنة بين فريق الفتح والمغرب التطواني. الفتح الرياضي يدخل بالتشكيلة التالية: مهدي بن عبيد في حارس رقم 16، باقي اللاعبين يوسف ليموري 30، سعد عيد خرصة 27، العميد المهدي الباسل 22، أنس باش 3، المهدي البطاش 29، أمين الواني. أزوار المغرب التطواني دخل مقابلة التشكيلة التالية: رضا بونكا في حارس 1، عبد الواحد شخص 32، محمد مكعازي 14، مهدي بالعروسي 25، حمزة المساوي 33، يوسف بوشتات 2، عادل الحسنوي 24، توني إيدجو ماريغوي رقم 30 من نيجيريا، الإسباني مارتان مسؤولين على فريق الفتح الذين ينظرون للارتقاء بهذا الفريق المستويات كبيرة مستقبلا. كرة فتحية تبرير عبر أطرولولو الحسنوي يقطع هذه الكرة بعد التمرير العرضية لفريق الفتح التي شكلت خطر. قلت جدار بشري أمام لعب فريق الفتح. كرة فتحية بحث على حلول راسية، ضع الوجه سد الوجه دين صبر على مدرب 5 أو 6 سنوات ما معطيش أي فريق، ولكن على أرض فريق على واقع فريق الفتح هذا واقع رقراقي. كل مدرب اللي مر من الفتح نذكره في السنوات الأخيرة لا سلامي لا لا والله فعل القناص فعل القناص فعل القناص. قلتها غنعاود نكررها، هذا كان بوست لما مشى من نادي القطري الفتح خلق طجه في القنيطره، خلق طجه وخلق ترك واحد الغصه كبيره في حلق القنيطري لانه كان هدافا للقسم الثاني. انما عيون فتحي اقتنصت واليوم في الموعد يسجل بكل الهدوء الممكن حتى الزاويه ما نقولش مستحيله ولكن على درجه عاليه من التعقيد. زميلي محمدي وباقي الزملاء التقني سيعيدون المشهد من ضمنهم مدرب السابق لوبيرا واللاعب الاسباني السابق رودريغيز وكذلك بورزوك ومدرب حتى خضروف وحتى بعض اللاعبين. حول الله ارتقاء رائع، باص لاتيرال رفيع وارتقاء ارفع، انما حارس بونكا يقيد، الحارس بونكا يقيد. وواحده من اللحظات المثيره في هذه المقابله كيتواجه بعض انه يتدبر اموره يعني بتوازن، كانت بعض المشاكل تبغى العليا والان هناك البحث مبني على تغلب على اشياء اخرى. كره ولا لا كامبوس، كامبوس هي كره لباش، باش من وضعيه صعبه، من وضعيه صعبه سدادها ولكن فتم تسديد تقريبا حسب مصدر المكتب المسير تم تسديد تقريبا 90% منها. كره تطوانيه ليس هناك خطا، الحكم قريب من العمليه تسديدها ضعيفه. طبيعة الحال سكوما الذي كان في احدى الاوقات لاعب محوري الان هو في خط في بنك البدلاء. شوف 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 كامبوس ينطلق رهيب هذا اللاعب، اوه رافعه قد يكون هدف ثاني، قد يكون هدف ثاني. ولا لا كروشاج غير موفق، الكروشاج غير موفق اللاعب عبد الرحيم مقران اللاعب السابق لفريق شباب الريف حسيمي. شوف كامبوس ماذا فعل لالتقاط الكره من زملائه، كره تطوانيه باس بيني تمشي عبر الاطراف البحث على حلول. اوه تاخر كثير، تاخر كثير اللاعب، تاخر ايوب الكهل. اذا ما اجتهد وواصل وانا واثق من ذلك سيكون له شأن كبير في حراسه المرمى، خصوصا انه مؤطر من طرف حارس مرجعي في تاطير حراس المرمى الحارس الفاسي عبد الحق الكتامي الذي انتقل في اكثر من فريق لاكثر من فريق وفرح اكثر من نجم. ذهب ولم يعود، هذا الكونتراتا كره فتحيه او تزيد قويه في الحارس، الحارس يقيد بونكا بدا كيكسب ثقه لعب بعض لقاءات الموسم الماضي الان اصبح رسميا. كره رفيعه او لامورتي وكوتسيزو، يعني لامورتي حصل كرته بالصدر بسرعه البرق ضربه مقص هوائيه رائعه. لو كانت المسافه مع الخط ديال المعترك مع فريق الفتح هو لاعب سابق لفريق شباب الريف حسيمي. كره فتحيه البحث على حلول، المباراه مشتعله والاكثر بطبيعه الحال تجربه اولى في كاس العالم. بعض المنتخبات تعرضت لها اولا لا هل دخلت ام لا؟ غنعاود نكرر شو غادي يعمل هنا، هنا تخلص من الرقابه كوفيرتو بال بلانتير بالفعل سدد بقوه. المشهد صعب جدا، غنشاهدوا المشهد مرة أخرى. تمشي بسرعة في الممر الأيسر لم تبارح مع رقعة الملعب، يتخلص من الرقبة يمرر وهناك تغطية، تغطية قوية للاعبين الآن ينزل بكل تقنية فريق أولا لا بعيدة بعيدة والحكم يقول زاوية
الان انتعاشه تطوانيه هناك اللاعب مارتان بينكوا اسباني كره تطوانيه الكاليان طالب يبحث على منفذ المكعزي مرات تمشي عند بوشتا باس لاتيرال فعل نيجيري ولا لا اخطا الوجه اللاعب طوني فوقتي الكحل من جديد بعث له حوله كيف كان لا لا هناك لاعب طوني النيجيري فيت الحارس المهدي بن عبيد يمر البوشة بالاكتيرون رفيعه يصنع التسلل محاوله تمرير اخطا الوجه من جديد محاوله تسديد ازداد جدار الابيض ولا لا الحق اللي فرملت انطلاقه اللاعب الفتحي وهنا هذا المد التطواني الجارف من زمامره هناك كذلك جوزيف كيدي من فريق الجيش الملكي الكعبي والرحولي الكعبي من الوداد والرحولي من فريق الجيش الملكي عبد الله ضبط عقارب الساعه ضبط ايقاع المقابله حتى الان كره تطواني من اصعب جوزيف كامبوس ينطلق يمر دوزيام مشى كيلعب على لي كونت خاطر كامبوس كره فتحيه هذا يكون هدف ثاني ولا لا كره كانت فرقه لبدا موسي انما تغطيه اخر لحظه